السلام عليكم مشاهدينا الكرام داخل وخارج ارض الوطن، مرحبا بكم في فيديو جديد وتسافره جديده. فيديو اليوم غادي نبداو من خلاله الجولات ديالنا باقليمي بني بلال وازيلال، وبالضبط طريق من مدينه بني بلال الى مركز مواوي الزقش باقليم ازيلال، واللي المسافه ديالها حوالي 40 كيلومتر تقريبا 50 دقيقه ديال الطريق، واللي فيها منعرجات خطيره على مستوى فش تيزي غريب. واللي بغى يمشي من هاد الطريق يشوخ الحذر ويمشي غير بشويه عليه ويش منظر. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك. تحيه طيبه للجميع وفرجه ممتعه. لا تغيي ما غيني خلاقي نكمل
خين يخي سيقا العقل وين صوب فور زريخ صوب فور زريخ عينا الصايخ اوى يولين واوى تصبر اوى
وماشي يال شات سامح ذاس إما ذي النايم إما ذي النايم إما ذي النايم خدم غيفي ذا ويديد الفلوس زين 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 رمس لك زين رمك تتع أوي ما بطل من دل ضغوري لن يو هوا ماشي غير شتى محناس إما ذي الناي إما ذي الناي إما ذي الناي خذ الغبي ذا ويزيد الفلوس والسين السين 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 والسين يرمسك كرامك تتفقى وما تفقى نبويدا هوا ربي ويحيدا سي الحساب يا خاسة ذور ضد مشاق إما ذي النايم إما ذي النايم إما ذي النايم خدم غيفي ذا ويزيد الفلوس زين 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 رمس لك زين رعمك تلتا أوي ما طال من دل غوري لن يا خاسة دور تتام الشاب إما ذي النايم إما ذي النايم إما ذي النايم خدم غيفي ويهيد الفلوس زين 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 رمس لك زين رمك تتع أوي ما تلمن دانا غوري لن Yeah.
داي تدون السينا يوم هوا سبب الحبسين إما ذي الناي إما ذي الناي إما ذي الناي خدم غيفي تاوي ذيد الفلوس زين 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 زيني رامس لك زيني رامك تتا أوي ما الظلم دانا غوري لن سابو بالحبسين إما ذي الناي بابا يناي بابا يناي خدم غيفي داوي ذيد الفلوس زين 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 رامس لك زين رامك تتا أوي ما طالما ندنا غوري لاني